شهدت بلدة الجولان إضرابا عاما شل كل مرافق الحياة احتجاجا على مشروع مزارع مراوح مولدات الطاقة التي ستقدم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. شهدت قرى الجولان إضرابا عاما شمل مختلف المرافق الاقتصادية والتعليمية ردا على مشروع مزارع الرياح المزمع إقامته من قبل شركة إنرجيكس على أراضيهم، والذي سيصادر ما يقارب 6000 دنم، حيث نظمت مظاهرة في مقام اليعفوري ما بين مشدى الشمس ومسعدة بالمنطقة المحاذية للمشروع. والآن وبعد الفشل الإسرائيلي في تحقيق ما يصبو إليه ويريده منكم، فها هو الآن يلجأ إلى أخطر المشاريع وأكثرها ضرراً، ألا وهو إقامة مشروع الكهرباء التي يسميها النظيفة. تلا ذلك جولة ميدانية في مزارع التفاح التي سيقضي عليها المشروع، لتستكمل المسيرة السيارة إلى موقع عين التينة مقابل مجد الشمس، حيث وصل وفد من محافظة القنيطرة دعما لأبناء الجولان في موقفهم ضد إقامة مشروع المراوح، حيث تعمل الشركة اليوم على فرض الغرامات المالية العالية على المزارعين في حال انسحابهم من المشروع. الشركة اللي أنا بشكل خاص قدمت في محكمة بمبلغ مطالب مني تعويض 600,000 شيكل عن الأضرار تبعها، يعني أنا لأنه لغيت العقد معها 600,000 شيكل عم بيطالبوا فيه. أنا ها بخوفني الشيكل المبالغ اللي بيطلبوا وفيها أنا بتخوفنيش، يعني بضلني على موقفي. ويعتبر الجولانيون الأرض مصدر رزقهم الأساسي على مدار عشرات السنين، فيما سيكون مشروع المراوح بمثابة عملية تهجير لهم من أراضيهم ومن بيوتهم التي حافظوا عليها على مدار عقود طويلة.